يأتي هذا فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد للوضع الفظيع والخسائر الكبيرة في الأرواح في العديد من المستشفيات في قطاع غزة. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بأن غوتيريش دعا إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة مع تصاعد الأزمة الإنسانية للأسبوع السادس. Of Al-Qaeda along the blue line. Fortunately.